بسم الله. دلوقتي ممكن اجي هنا على كلاش ديتكتيف وهبدا اعمل كلاش جديد. تحبوا نعمل كلاش عن ايه النهارده؟ بيقول لي مفيش اي كلاش تيست اتعمل قبل كده او اتعرف قبل كده. فبقول له اد تيست، وتقدر تسميه اي اسم انت عايزه، عصفور مثلا، تمام. وبعد كده تيجي هنا تقول له مثلا عايز اعمل كلاش مثلا بين اي حاجه انت عايزها، تمام. وليكن مثلا انا عايز من ليفل 1 مثلا الاير تيرمينال، عايز اعمل لها كلاش مثلا مع حاجه ثانيه. خلينا نختار مثلا هنا الضغط، تمام، مع خلينا نختار الول مثلا، تمام. اكيد في كلاشات بتختار بعد كده نوع الكلاش، هل هو هارد ولا كليرانس ولا دوبليكيت. تقدر تحط رولز من هنا مثلا، تجاهل اي عنصر موجود مرتين او موجود في نفس الملف، بحيث ما يحصلش مثلا انت تقول الدور الاول مع الدور الثاني فيقول لك نفس الضغط مع نفس الضغط. فتقدر تعمل رولز معينه هنا السيلكت، تقدر تقول له ران تيست فيبدا يعمل فحص ويبدا يجيب لي الكلاشات موجوده فين. هنا دي الريزولت اللي موجودة، تمام. انا عايز من هنا ديسبلاي سيتنج، هنا بيجيب لي كلاش واحد، كلاش اتنين، كلاش تلاتة، تمام. لاحظ ان هو بيجيب لي كلاش متلون بلونين اللي هما دول الهايلايت. ممكن تلغي واحد فيهم او تلغي الاتنين يبقوا كلهم بنفس الحاجة، تمام. ممكن تلغي هايلايت ان كلاشز، تمام. فهنا هايلايت ان كلاشز بيجيب لي كل الكلاشات، انما لو شلتها هجيب لي الكلاش بس اللي ظهر قدامي، تمام. انما لو انا قلت له هايلايت ان كلاش وعملت كده هبدا اشوف كل الكلاشات اللي موجوده في المبنى واتخيل شكل الحاجات ازاي. ممكن اقول له هايد اذر بحيث يلغي لي كل حاجه وابقى مركز على بس الحاجه اللي انا عايزها بالشكل دوت. الفيو بوينت اللي هي ديت، تمام، اقدر اصدر كل الشغل بتاعي للفيو بوينت، فاقدر اعرف اخد صور لكل الفيو بوينت في نفس الوقت ويحصل ابديت للحاجه اللي انا عايزها. ممكن اقول له انا عايز اعمل انيميت ترانسليشن، بحس وانت بتنقل من هنا لهنا يبدا يعمل لك نقله لحاجه ثانيه، تمام. يعني بنقل من كلاش لكلاش، فهل يتنقل كده بشكل غلس ولا يبقى في شويه ليونه، او يعني يتنقل بشكل جميل. هنا بتلاقي اسامي كلاشات، بتلاقي الحاله مثلا نيو، ولا تقدر تخليها اكتيف، ولا ريفيو، ولا ابروفد، ولا ريسولفد. تقدر تشوف الكلاش نفسه الحاله بتاعه ايه، الليفل موجود في انهي ليفل، الجريد موجود فين، المشكله دي اتوجدت في التاريخ امتى، نوع الكلاش، هل هو كلاش حقيقي اتنين خابطين في بعض، ولا كلاش هم مش خاطين في بعض بس ما ينفعوش الاتنين يبقوا قريبين من بعض في مسافه معينه احنا سامحين بيها. ممكن بعد كده اعمل جروب للمشاكل اللي زي بعض، يعني ممكن اعمل سيلكت مثلا للمجموعه ديت واقول له نيو جروب، يتحط كلهم في جروب مثلا نسميه اكس مثلا، تمام، بحيث نقدر نشوف الكلاش دي ونقدر نسحب مثلا مجموعه كلاشات مثلا نسحبهم كده ونحطهم في الاكس دوت، فتلاقي في علامه ظهرت بحيث تبدا تشوف الكلاشات اللي موجوده في المكان دوت. وتقدر تيجي هنا تاخد صوره او سناب شوت تقول له مثلا سيف فيو بوينت فيبدا يسيفه لي في الفيو بوينت اللي هنا، تمام. خلينا نفتح الفيو بوينت، تمام. اهوت. طيب ممكن اقول له انا عايز اساين، يعني المشكله دي مع عند فلان فلاني هو اللي يبدا يشوف المشكله ديت، مثلا سبايدر مان مثلا هو اللي لازم يشوف المشكله دي ويحلها. اوكي. وتقدر تعمل كومنت او ان اساين، مش عايز ده اللي يحلها، مش عايز بدر مان، عايز باتمان مثلا، تمام. تقدر تحط كومنت لو انت عايز، تقدر تعمل فلتر للمشاكل دي كلها، كل دول لسه جداد. تقدر تغير مثلا تعمل ابروفد الحاجه كده. ريبورت، عايز احنا نطلع ريبورت، ممكن تقول له انا عايز كل المشاكل، عايز بعض المشاكل، الكرنت تيست ولا اول تيست، يعني كل التيستات ولا التيست اللي انا شغال عليه دلوقتي، عايز تسيفهم كملف اتش ام ال، تمام، ولا تكست، ولا اكس ام ال، ولا اس فيو بوينت. اس فيو بوينت هيبدا يظهرهم لي هنا كصور،
تمام، عمل لي اهوت الكلاش اللي احنا مسمينه دوت، حط لي كل الفيو بوينت فتقدر تشوفهم ورا بعض. تمام، دي نظرة سريعة على موضوع الرولز في الكلاش.